المسمن باش ما خلينا يرتاح راه كيجينا في الخدمه ساهل درتو كويرات وخليتو يعاود يرتاح عاد غادي نبدا نعمره غادي نسرحو المسمنه الاولى باش بدينا بشويه ديال الزيت وغادي نعمرها وغادي نطوي على اربعه ونعاود نسرحو كويره اخرى وغادي ندير فيها حتى هي الحشوه ونحط فيها المسمنه الاولى اللي سرحنا ونعاود نطوي على اربعه وراه الطريقه راه موضحه في الفيديو اكثر وغادي نكمل بنفس الطريقه